بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في هذه الآيات يخاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين وفي شأن اليهود، لأنهم ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألد أعداء الله وألد أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الرسول، خاطبه بالرسالة إكراما له وتشريفا له. وهكذا الله جل وعلا يخاطبه بهذا الخطاب: يا أيها الرسول أو يا أيها النبي، ولم يخاطبه باسمه محمد، فلم يقل يا محمد، بينما كان يقول للأنبياء السابقين: يا نوح، يا موسى، يا عيسى، فيخاطبهم بأسمائهم. إلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يخاطبه باسمه، وإنما خاطبه بالرسالة والنبوة تكريما له صلى الله عليه وسلم. أما في مقام الإخبار فإن الله ذكره باسمه، وذلك في قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ففي مقام الإخبار يذكره باسمه، وأما في مقام النداء فإنه يناديه بالرسالة والنبوة. ثم قال جل وعلا: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزنه من لم يؤمن ومن لم يدخل في الإسلام، إشفاقا عليه وإرادة للخير له. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، عن أنه يأسف عليهم أو أنه يحزن عليهم، لأن مهمته صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة. وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى.
وهو أعلم بالمهتدين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يبادرون إلى الكفر بالله عز وجل ويكثرون من الكفر ويتمادون فيه، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، أي من المنافقين الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا شأن المنافقين، أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الذين هادوا، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا أي اليهود، فإنهم سموا بذلك من الهود وهو التوبة، كما في قوله تعالى: إنا هدنا إليك، وقيل غير ذلك في معنى اليهود. من الذين هادوا، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سما أي هؤلاء المنافقون وهؤلاء اليهود إنما يستمعون للكذب ويصغون إليه، وأما الحق فإنهم يستمعونه أو يسمعونه بآذانهم ولكنهم لا يعقلونه بقلوبهم، وإنما يفرحون بالكذب ويتلقون الكذب وينقلونه ويفرحون به. سماعون للكذب، وكلمة سماعون صيغة مبالغة بمعنى أنهم يكثرون من سماع الكذب. هذه صفة اليهود، صفة المنافقين من هذه الأمة، سماعون لقوم آخرين من اليهود، فإن اليهود منهم من يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول وينقله على وجه التندر والتكذيب له، ومنهم من يستكبر ولا يأتي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفي بما ينقل إليه على يد هؤلاء اليهود الذين يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يأتوك، ثم ذكر صفتهم: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا من صفات اليهود، أنهم يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، بمعنى أنهم يفسرونه بغير تفسيره، أو أنهم يزيدون فيه وينقصون منه. التحريف على قسمين: تحريف لللفظ وتحريف بالزيادة والنقصان، تحريف للمعنى وذلك بتفسيره على غير معناه الصحيح أو المقصود به. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا في قصة الزانيين اليهوديين اللذين أراد اليهود أن يغيروا حكم الله فيهم، وهو الرجم، فأرادوا أن يستبدلوا الرجم بعقوبة أخف، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلصوا من الرجم لعله أن يحكم فيهم بغير الرجم، فيحتجون بذلك عند الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكمهم عندكم؟ يعني في التوراة. قالوا: تسود وجوههم ويركبون الحمار ويجعل وجوههم إلى الوراء ويطاف بهم
في الناس وفي الأسواق. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبارهم من الله عليه بالإسلام، قال كذبوا يا رسول الله، إن آية الرجم في التوراة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة فنشرت ووجدت فيها آية الرجم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما وأقام الحجة على اليهود من كتابهم. ولذلك هم يوصي بعضهم بعضا، فالذين لم يأتوا الرسول يوصون الذين أتوا الرسول منهم وقالوا إن أوتيتم هذا، أي هذا الحكم الذي وضعناه نحن، فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه أي طلب منكم الرجم فاحذروا أي لا تجيبوا. هكذا يتواصون بكتمان الحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.